الإرهاب كيف واجهناه في 2017 وكيف نواجهه في 2018؟ ناس بتسأل ست العميد ليه مش قادرين نقضي على الإرهاب بكل هذه الإمكانات وإحنا عندنا ثقة في الجيش والشرطة. طيب عشان نكون يعني بدرجة من الشفافية وبكلمة مختصرة، إحنا هنبقى نحارب الإرهاب ونواجه هذه الهجمات الإرهابية طالما لازال الإرهاب موجود في الإقليم، لأن اللي إحنا بنتحدث عنه النهاردة دوت ربما قلنا لحضرتك مجموعة من الإشارات، المعظم فيه له ربط بالخارج، ما هواش إرهاب محلي، ما هواش إرهاب قاصر على مصر وحدها، ما هواش إرهاب مقطوع الصلة بما يحدث في الخارج. إحنا لو كنا قلنا سوريا والعراق كداعش كدولة إسلامية رئيسية أعلنت عاصمة وبدأت تنشئ فروع، هي كانت بتتصل بسيناء بشكل أو بآخر. لو كنا بنتكلم في هذا الرأس ده كان رأس متصل بدولة تركيا وكثير من العناصر وأجهزة الاستخبارات اللي كانت بتشغله وبتدعمه وهو موجود في سوريا والعراق. يعني احنا قدام دول قايمة بجهد كبير جدا علشان توصل داعش لهذا الشكل. كنا بنتكلم في الناحية الغربية فاحنا قدام ليبيا، لو احنا رجعنا لسيناء احنا قدام غزة وما يحدث داخل غزة ودرجة ما من الدرجات، قدامنا اطراف اخرى ربما لازالت خفية في المشهد لكنها طول الوقت عندها اجندة لتعطيل ولارهاق الدولة المصرية من خلال دعم هذه التنظيمات الارهابية. فالحقيقة عشان نكون واضحين وبصراحة شديدة، احنا بنبذل جهد قوي جدا. احنا شوفي حضرتك اتكلمنا على جبهات مفتوحة على قد ايه، انت بتبذلي جهد عالي جدا في هذه الجبهات مجتمعة، مفيش جبهة لصالح الاخرى، لكن لازال او سنظل نجابه هذا الخطر طالما انه موجود في الاقليم. لذلك بقى احنا بنعمل جهد سياسي في ليبيا، احنا بنعمل جهد استخباراتي وسياسي قوي جدا في سوريا، احنا بنعمل تعديل للمشهد داخل قطاع غزة وداخل الاراضي الفلسطينية بشكل كبير. كل دوت انت حضرتك بتعمليه في جزء منه لصياغة معادلة سياسة واستراتيجية جيدة، لكن في البند الثاني على طول مباشرة هو حفاظا على الامن القومي الداخلي وحربا ان ما لا نتأثر بتداعيات هذا المشهد. يسري توقعاتك 2018؟ والله انا شايف ان هو الخريطة اللي اشار لها العميد خالد يعني بتقول ان احنا لسه مستمرين في حربنا على الارهاب، وحربنا على الارهاب مش هتخلص بين يوم وليلة، ولكن انت عندك مجهود بيتبذل لما يبقى عندك عام 2017 اكتر من 448 خلية ارهابية يتم تفكيكها ما بين داعش اسكندرية وداعش اسيوط وولاية داعش الصعيد واجناد مصر والحراك المسلح اللي هي كان البيان الاخير لوزارة الداخلية التسعة اللي تم القبض عليهم في الشرقية. دي تنظيمات دي تنظيمات تم القضاء عليها بالكامل، يعني اصبحت تنظيم انشئ وليه عناصر، اسف للمقاطعة يعني، ده تنظيم وكان ليه عناصر ونفذ عمليات ومعاه تسليح ومعاه معدات لصناعة متفجرات، وتمكن الامن او القوات المسلحة من القضاء عليه تماما، اصبح تنظيم من الماضي. وهو بقى اي جديد؟ هي دي الاسماء اللي استاذ يسري بيشير اليها، يعني دي الاسماء اللي هي موجودة والبيانات بتشير ليها بيانات وزارة الداخلية. لما احنا بنتكلم على هذه المجموعات، الحراك المسلح ده بدأ بمحمد كمال القيادة الاخواني، محمد كمال اللي قضى عليه في قلب القاهرة، لما امبارح عملية يجيب تسعة من مزرعة في الشرقية في الصلحية في الشرقية ويجيب تسعة على علاقة بيهم في قلب القاهرة. قبليه البيان اللي صادر من وزارة الداخلية اللي تم القبض على مجموعة من الأشخاص، وأيضا في ثلاث أماكن في ارتكازات واحد، الوادي الجديد واسكندرية والأليوبية، مجموعة ارتكاز في العشر من رمضان يجيب متهمين منه، يستجوب المتهمين يجيب في نفس الوقت متهمين تاني في منطقة في العشر من رمضان في الأليوبية والعبور والأليوبية والأليوبية والبحيرة وادي النطرون والبحيرة والمزارع بتاعة وادي النطرون. احنا بنتكلم على مجهود بتقوم به جهتين بس في الدولة، قوات انفاذ القانون شرطه وجيش ومؤسسات الدوله. وده يخليني برضو لازم اسال على المجلس القومي لمكافحه الارهاب، ودي اخر يعني في دقيقه، ماذا يفعل هذا المجلس؟ احنا بنشتغل على السياسات العامه، هو مش مجلس تنفيذي علشان بس نوضح الصوره، يعني التنفيذيين بيشتغلوا على الارض، لكن احنا معنيين بقرايه المشهد اللي احنا افصحنا لحضرتك على بعض منه النهارده، معنيين بمكافحه التطرف ايضا وهي المحطه السابقه على التحول للارهاب،
معنيين بان احنا نشتغل على الموجودين في السجون للعلاجات لتكفيف المنابع لمنع تجنيدهم لقطع الطريق على التنظيمات اللي اشار اليها استاذ يسري انها ما تتجددش. هي تنظيمات طول الوقت فاتحه ابوابها وتريد الهيكل الاداري موجود الهيكل موجود والاموال موجوده بالخارج واجهزه قاعده تحاول تدفع بيهم ان هم يجددوا عناصرها. احنا بنشتغل شغل علاجي وشغل تقييم للمواقف. احنا ربما الجزء اللي لم نتطرق اليه النهارده وده اشتغلنا عليه في المجلس بشكل كبير هو قضيه او خطر العائدين من الخارج. وده قضيه من القضايا اللي كانت احدى القضايا الرئيسيه اللي اشتبكنا معاها. عشان كده قلت لحضرتك اختصارا احنا لسه مربوطين بمشهد الارهاب في الاقليم. وده تحدث عنه السيد الرئيس شخصيا يعني وحدد نقاط بعينها وحدد ان سيناء ربما تكون مكان لاستقبال بعض من العائدين وتحدث عن ليبيا انها قد تكون نقطة اخرى. منطقة داخلة في مشهد او معادلة جديدة. احنا بنحاول نضع مجموعة من الاستراتيجيات قدام صانع القرار وقدام الاجهزة التنفيذية لمجابهة خطر العائدين بهذا الشكل علشان ما نقعش تاني في دايرة تجديد مرة اخرى اعادة انتاج الخطر. انا بشكركم شكرا جزيلا على هذه القراءة سيادة العميد خالد عكاشة زميلنا يسري البدري. مرة اخرى ونحن نقرأ مشهد الارهاب دي مش قراءة للتخويف ولكن قراءة للتحليل. مهم جدا ان احنا نحلل وندرس ونشوف اين فيما اصبنا وفيما اخطأنا 2018 وغيره. عمليات ارهابية بنتوقعها، نتمنى ان تكون هناك عمليات استباقية اهم، نتمنى العمل على المعلومات وعلى مواجهة بقى تكفيف منابع الارهاب، تكفيف منابع التطرف، العمل بقى على العقول والافكار، وده اللي احنا ننتظره من المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب. غدا هيكون معنا اول استطلاعات الرأي اللي احنا بنعمل عليها، استطلاع يعني اسئلة خصيصا لهنا العاصمة من مركز بصيرة. يوم السبت هيكون عندنا استطلاع اخر من مركز المعلومات لمجلس الوزراء، وهنبتدي نشوف نقرا معاكم مره اخرى برضو السنه واسئله السنه اخبارها ايه. وبكره برضو هنتكلم عن هنا الستات ونشوف نماذج جميله من النساء في مصر في نهايه عام المراه. بشكركم شكرا جزيلا ونتقابل بكره. وهذه لميس الحديدي تحييكم، صباح الخير.